بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المعلمة فاتن دندشلي ضمن سلسلة برنامج تعليم عن بعد مادة العلوم الصف الرابع تاريخ اليوم الأربعاء 7 نيسان 2021. بسم الله نبدأ. So today our lesson will be about activity 5 which is fishes، يعني الأسماك. اوكي، بهيدا الدرس انا ما حكتير ترجم لانه في اشياء ما لازم نترجمها وما لازم نكتبها بالتست بالعربي. اوكي، سو اوبن بيج 67 لحتى تتبعوا معي هيدي الباراجراف. اول شيء رح اقراها، بعدين رح اقول لكم شو تعلموا فيها، يعني تسطروا شو هو للحفظ. اوكي، ليتس ستارت. Fish are an important source of food for men. This class includes a wide variety of animals such as sardines, tuna, trout, salmon, shark, etc. Some fish live in fresh water while many others live in the seas and oceans. Fish breathe through their gills and swim about using their fins. They reproduce by laying their eggs, and their body temperature varies according to their environment. In other words, they are cold-blooded animals. So, fish هن كتير مناح، كتير important، مهمين كsource of food for man، يعني مصدر أساسي للأكل للإنسان. This class includes عنا كذا نوع من الأسماك اللي هن sardines، tuna، أكيد تعرفون salmon، أكيد سامعين فيهم sharks، الحوت، مش الحوت، القرش. اوكي، وتروت كمان هذا نوع من الاسماك. اوكي، سام فيش ليف ان فريش ووتر، منهم بيعيشوا بفريش ووتر يعني المي العاديه مثل الانهر مثلا، while many others live in the seas and oceans، بالمحيطات والبحار. Fish breathe through their gills. Gills يعني الخياشيم. And swim about using their fins. Fins هلا بأرجيكم شو هن. They reproduce by laying their eggs. And هن بيعطوا بيض. Eggs. Okay. Their body temperature varies according to their environment. شو يعني هالشي؟ جسمهم، حرارة جسمهم بتتغير حسب البيئة اللي هن فيها. In other words، ومشان هيك بنسميهم cold-blooded animals. هلا شو نعلم بهيدي الباراجراف؟ بس المسطر تحته، برجع بعيد، بس المسطر تحته. يا هون بدكم تقولوا لي this class includes sardines، tuna، salmon، sharks، بس هيدي بتشحتوا لي اياها. اللي بعدها بتسطروا تحت some fish live in fresh water while others live in the seas and the oceans. Okay. بعدين بتسطروا لي تحت هيدي الجملة كلها fish breathe through their gills، يعني هني ما عندهم nose، ما عندهم مثل مخار، عندهم gills خياشيم. And swim بيسبحوا about using their fins. They reproduce by laying their eggs. كمان هيدي من سطر تحته وبس. هيدا اللي بدي اياه من هيدي الباراجراف اللي كانت من قبل، حارجيكم اياها وين؟ هون بهيدي الباراجراف، بس اللي حطيت تحته خط احمر. فيكم اذا بدكم تنقلوها على الدفتر بتصير بتبين اسهل، وبهالطريقه بتحفظوها اسهل كمان. اوكي، سو هدول هن الجيلز بيكونوا هون شايفينهم، وهيدي اسمها الفنس، هيدي اللي بتسبح فيها مثل الايد يعني فينا نعتبرها. اوكي، زعانف. هلا اوبن بيج 68 الصفحه اللي بعدها بدي اقرا اي كونكلود اللي هي للحفظ. اوكي، I conclude fish are vertebrates. شو قلنا الvertebrates؟ الvertebrates يعني عندهم vertebral column. شو الvertebral column؟ هيدا يعني هيدي اللي بتكون vertebral column مثل الانسان. اوكي؟ اوكي؟ So their body is covered by scales which are not joined together.
هيدول اللي هيك مثل الزيكزاك اسمهم سكيلز، شايفينهم هون سكيلز، هذا مغطى جسمه شيء اسمه سكيلز. اوكي not joined together يعني منهم مرتبطين ببعضهم، يعني كل واحد لحال. اوكي they also breathe through their gills، قلناها قبل شوي وهلا بنرجع بنعيدها. they also breathe through their gills يعني بيتنفسوا خلال الجيلز. اوكي so fish are vertebrates، their body is covered by scales which are not joined together. They also breathe through gills. Fish are vertebrates. Their body is covered by scales which are not joined together. They also breathe through gills. هيدي الصورة ممكن جيب لكم اياها بالامتحان وقول لكم وين الجيل، وين الفنز، وين السكيلز، هدول اللي مرقوا معنا بهيدي الباراجراف، بهيدول البوينتس وبالبوينتس اللي قبل شوي شحطناهم. اوكي سو ترجعوا بتقروهم منيح بتحفظوهم، تقرون اول شيء معي لحتى تعرفوا كيف تلفظوا، وبترجعوا بتحفظوهم تكتبون هيدول على الدفتر. اوكي معلي الاي كونكلود، وهيدي الرسمه كثير بسيطه فيكم ترسموها على الدفتر وبتحفظوهم. اوكي هاي من هون لهون، هاي للحفظ. Thanks for watching. Study well.